ست انطاكي معرون عشرينك داكي في صر وشعب ومضمون صلي عنا لا للطائفة المارونية ولكل الموارني في لبنان والعالم نقول لهم كل عيد وانتم بخير. واللي بدي اقوله انه مرمارون ليس فقط للموارنة انما لكل الشعوب، لانه مرمارون الناسك، مرمارون يلي طبعا مع رهبانه يعني كان له دور كتير كبير بالتاريخ، وما زال اليوم كلنا بنحكي عن المارونية السياسية، بنحكي قدي دور الموارنة في لبنان، ولكن ما ننسى أبدا أنه هذه الأرض هي أرض قديسين، وبالتالي نحن نتشفع دايما بقديسينا ومنهم القديس مارون. وأنا اليوم لأنه كل سنة بتابع مع كل الموارنة في لبنان وفي دول الانتشار وبلدان الانتشار أعياد أو عيد مرمارون، حبيت أرجع للنبع اللي هو دير العاصي يلي من سنة ومن بعد 50 سنة جعنا نسمع جرس وعم بدق، ويلي بال2012 أطلق رئيس أبرشية أو راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر أنذاك سيدة المطران سمعان عطلة ترميم هذا الدير وإعادته وصلة وصل للمواطنين القاطنين في هذه المنطقة العزيزة في لبنان. وكان وقتها راعي الأبرشية الحالي سيدة المطران حنا رحمي، كان أيضا بمعية طبعا كمسنّي كقائم بالأبرشية مع سيدة المطران عطلة. واليوم معنا راعي الأبرشية سيدة المطران حنا رحمي من دير الأحمر، من حييك سيدنا وينعاد عليكم وينعاد على كل مستمعيني. شكرا لك يعني سيدنا، مش أول إطلالة معنا معك بهالبرنامج بالذات، لأنه قديش كانت بصمة كتير مهمة مارون من أول دير العاصي على ضفاف العاصي إلى المغاور إلى الوعر إلى الظروف الصعبة إلى هالأيام يلي عشناها. دق جرس مرمارون السنة الماضية بالعاصي من بعد يمكن 50 سنة، هو نقطة التقاء بين كل تلاقي وحوار ليس فقط بين الموارنة إنما مع الروم الكاثوليك مع المسلمين الموجودين بالمنطقة. قدي اليوم تفتخر أنه عادت الحياة إذا إلى هذا الدير؟ حقيقة يعني أنا بحب أقول لكل مؤمن لكل لبناني ولكل ماروني بالعالم كله ولكل مسيحي مهتم أو لكل إنسان مين ما كان يكون ضيفته، بهمه الدين وبهمه التاريخ والثقافة والحضارة، هذا المكان دير مرمارون على العاصي هذا دير تاريخي جد مهم، لأنه لما الموارنة سكنوا تلاميذ مرمارون يعني بأواخر 300 لل400 أوائل 400 سكنوا فيه، ضلوا ساكنين فيه تقريبا للألف يعني لسنة الألف لما صار في عليهم هجوم كبير أكيد من البيزنطيين، وبعدين انتقلوا على جبل لبنان، وأكيد مع الفتح العربي كان عندهم تأثير سلبي شوي لكن ضلوا صامدين. من هون اليوم نحن بنعرف وقت العثمانيين كانوا متابعين الهرمل وكل هذه المنطقة لجبل لبنان، ما كان تابع الشام. نعم. لأنه هذه المنطقة يعني الهرمل اليوم العاصي مثل القاع ورأس بعلبك كل هاي المنطقة لا توصل إلى دير الأحمر تطلع على النايترا يعني على منطقة العقورة أو منطقة جبة بشري اللي هي كل منطقة بشري جبة، هذه مناطق فعلا كان لهم طعمتهم بوقتها وحضورهم وقديسينهم. واليوم نحن بنعرف تماما أنه أول بطرك ماروني انتخب بهذا الدير. صحيح. من هالمنطلق في شوية تعمية أنا في طرق هيك تعتيم على الموضوع، أنا بتفاجئ بهالمؤرخين اللي هن عم ينكروا 300-400 سنة 500 سنة، ما بعرف كيف بيشبهون هيك شطة قلم لأنه ما عندهم، ما هو معروف أنه تلميذ مرمارون إجوا رأسا كان بعده طيب، وفيما بعد مرمارون نحن متعارف عليه أنه بال410 مات. نعم. والدائر اللي تأسس على أساس خلقيدونيا بال452 يعني 451 مجمع خلقيدونيا، من بعده دغري رأسا تأسس دائر مرمارون بأكيد شمال سوريا، لكن بذات الوقت كان عن تقوى المارونية بلبنان
وهذا الدير بلش ياخذ الاهميه تبعيته، وبقيوا الموارنه تقريبا اذا نحن بنحكي عن 680 بعد المسيح انه اول بطرك، لكن كان الموارنه متواجدين بهذا الدير من 400 فينا نقول لهذه الفتره 680 الى ان انتخب بطرك، لانه البطرك كان تهجر وراح على بيزنطيا وما عاد الموارنه لهم بطرك، لانه بطرك انطاكيا ترك وراح على بيزنطيا. قاموا هن قرروا انه نبلش نبني كياننا. فاذا البطرك الاول الماروني اللي فيه 150 200 سنه تقريبا قد يكون عاش بهذا الدير، بعدين لما صار في هجوم البيزنطي، لانه البيزنطيا كانت دائما تتحارب مع الفتح العربي، نعم. يعني بعد تركيا، بعد بيزنطيا بتركيا اليوم قائمه، اجتاحوا هذه المنطقه، فضلوا الموارنه. عم بحكي انا ب 965 وما بعد، طلعوا على جبل لبنان وتوزعوا بجبل لبنان اكثر. بس كان بيحكوا يومتها عن الجراجم والمرض وغيره بجبل لبنان، كان عندهم حضور العسكري والديني. نعم. من هالمنطلق انا بقول هذا الدير اليوم كثير مهم نرجع نعد له مجده وتاريخه وحضوره ورسالته وشهادته بهالوسط. نعم انا كثير جد فرحان انه الجهد اللي عمله سيدنا مطران عطا الله، وبدي حيي كمان اليوم الدكتور فادي امير، لانه هو كمان ساعد بطريقه مباشره وقويه لنقدر هذا الدائر اللي كان يعني مرق بمرحله كان متروك كثير. نعم وملكيته ما كانت الكنيسه، صحيح. مع العلم انه في قانون بلبنان بيقول الاوقاف لا تباع ولا تشرى، نعم. بس كانت الرهبنه اللبنانيه المارونيه ب 1936 خسرته بدعوى قضائيه، والقضاة كانوا اخوتنا المسيحيين، ما فيش حدا غريب، خسروا اخذوا بدندش اخوتنا بدندش وقتها. وهذا الدائر اليوم هو ملكية للمطرانية بعلبك دائر الأحمر، وهو بإدارة الرهبنة اللبنانية المارونية، لأنه أنا عملت عقد تشغيل بيسموه، يعني اليوم في راهب حاضر بيستقبل الزوار، وكل أحد الساعة 12 بطريقة ثابتة صيفا شتاءا في قداس بهالمغارة، وأكيد الجرس عم يدق. وأنا كنت حكيت مع كل أخوتنا، أخوتنا الشيعة والكاثوليك والكل بهذا المحيط، انه هذا الدائر كثير بدنا نحطنه كلنا سوا، واكيد اهل الهرمل قبل غيرهم واهل بيت دندش قبل غيرهم كلنا سوا، موارنه والشيعة وسنه بعرسال واكيد راس بعلبك، كثير مهتمين انه هذا المكان التاريخي، المرجع التاريخي، بده يرجع يصير فيه حياه. ويمكن انا بقول كل لبناني لازم يزوره بالسنه مره، وكل ماروني بالعالم كله ما بيسوى يجي على لبنان الا ما يروح يزور اول نقطه، اول مكان انطلق منه دعسوا فيه الموارنه. نعم. يعني هذا المكان جد مقدس. من هيك نحن، نعم انا مبسوط كثير يكون بعيد مرمارون اليوم، يعني نحن بلشنا نقدس بطريقه ثابته ب 31 تموز 2018 لليوم قديس ثابت كل احد. وهيك بدي حيي الراهب اللبناني الماروني بنا ليشا سروا، اللي هو فعلا حاضر وهو عم بيشرف على ورشة الترميم، وصار اليوم مؤهل الدائر، مين ما كان طفل كبير صغير ختيار بيقدر يوصل، وإن الله راد أكيد مع الوقت عم نكفي الورشة فيصير مهيأ لنستقبل بكل الحالات الزوار ويتبركوا من هالمكان اللي فعلا فيه كتير تأوهات وصلوات وتقديس. نعم. لأنه لما وضعته بال2012 كمطرانية وضعته للمشروع، يعني دير الراهب سميتوه بثلاث مراحل، يعني التصويني مركز طبعا اليوم للرهبنة اللبنانية المارونية اللي حضرتك عم طلبت انه هن يهتموا بالدير، ويكون المرحلة الثالثة هو مركز تلاقي وحوار ودعوة إلى حج إلى هذا الدير لكل موارنة العالم ولبنان. نعم. يعني بعد في المرحلة الأولى التصوين انعملت، نعم. قبل 2018 طبيعي بال 2016، نعم. 17، نعم. هلا ب 18 وجاي صار في قداس ثابت مع ترميم الداخل، يعني بالأول، نعم. كنا نقدس مساحة الدائرة برا على طريق الزفت، صحيح. هلا أكيد من 18 تموز، يعني 31 تموز 2018 هنقدس جوا بالمغارة صيفا شتاء. كنا نحن نقدس بالأول بلشنا وكنا خايفين نحفينا نخلص، لا اليوم عم نقدس جوا بالمغاره، والمغاره رائعه جدا كمناخ بالصيف وبالشتاء حلوه، يعني بالصيف مبورده كثير حلوه،
وبالشتاء دافي. اكيد القداس ثابت. نعم. والورشة بعد ما خلصت يعني عم تقولي مركز حوار. نعم. اكيد هذا مشروع بعد ما بلشنا فيه. نحن هلا بصدد ترميمه وتأهيله وجعله يستقبل كل الزوار ليزوروا هذا الموقع، هذا الصخر، هالدائر البطرقية اللي كانت موجودة بهالصخر ثلاث طوابق. هلا نحن اكيد بمرحلة ثانية رح بيصير في امكنة يعني بيصير في بناء، بس هيدا اكيد بعد بدها وقت، يمكن خاصة بهالأزمة الاقتصادية بعد ان شاء الله يا رب يصير في امكانيات نقدر نعمر مركز يصير هو يستقبل الزوار تيناموا تيقضوا رياضة روحية او هيك حضور، لانه على نهر العاصي ومجرى نهر العاصي ومنبع نهر العاصي مغارة الراهب شيء بمسجد الخالد أكيد. شيء حلو كثير يعني، بس هلا مفتوحه العاصي. سيدنا مفتوحه هلا لكل الزوار، بيطلعوا بيتباركوا بيزوروا. نعم. بمضوا نهار حلو، هلا في ثلج يمكن ان شاء الله هيك بس يصحى الطقس اكثر، مع انه امبارح احتفل يعني بالذبيحه الالهيه فوق مع الأبجد الصيفي مثل ما عرفت وتابعنا. نعم. هيك نعم. و... نعم. أنا هيك ما أنه عم بستفيد سيدنا أحكي مع حضرتك، لأنه كمان حضرتك مثل ما عم تهتم بهذه المنطقة العزيزة في لبنان بالقضايا الروحية والتلاقي بين كافة الديانات فوق، كمان هناك مشاريع بتهم كل أبناء المنطقة، وهذا الدار يمكن كمان إذا عودته بتعيد الحياة الاقتصاد. قديش مهم اليوم هذا التلاقي بين بقية اللبنانيين من مختلف الطوائف الموجودين بالمنطقة، عندكم نفس المعاناة يمكن نفس الـ صحيح صحيح. نحن أول شيء يعني مبارحة وقع ثلاث شهداء للجيش بالمنطقة هوني، نحن مننحني أمام روحهم ودمائهم. نعم نعم نعم، بنحيي دم الشهداء الجيش وبنقول انه نحن بهاي المنطقة ضروري نتكاتف لنغير النهج لنغير المنطق لنعطي منطق انسان جديد. ما بقى بدنا هالشغلات الصعوبات اللي بتخلينا نوصل لهيك نتائج، بالعكس بدنا نرجع نعمل مطاعم، نعمل سياحة، نعمل مواقع روحية، نعمل مواقع بتليق بلبنان وبتاريخ شعب لبنان بتاريخ المنطقة. نعم. أكيد بس عنا جهد كبير مع أخوتنا المسلمين على مختلف طوائفهم إنه نعمل جهد كبير. ولادنا ما بيسوى يموتوا على الطرقات ويصطدموا مع الجيش أو يصير في هالمشاكل هاي. نعم. بالعكس مفروض فينا هذه المنطقة نرجع نبني فيها حضارة، حضارة المحبة والسلام والتلاقي، حضارة الإنسان، لأنه الإنسان الطاير من درب العدالة أو ضد من درب القانون، يعني عم بتعاطى بأشياء منا إنسانية ولا أخلاقية ولا حدا بيقبل فيها أصلا ولا بيأيدها. نعم نعم. من هيك أنا كتير مهتم أنه هذا الدار مع المكان الصلاة اللي كان تاريخيا مكان صلاة كبير يرجع الحياة ورجعت إن شاء الله. الحياة إن شاء الله. أنا بدي عايدك وخير وسلام لهالمنطقة إن شاء الله. أنا بدي عايدك سيدنا، عايد كل أبناء المنطقة، وطبعا مع كل جديد دايما نحن عم نواكبكم. إلى اللقاء بسنين عديدة. شكرا لك سيدة المطران حنا رحمي. عنا فاصل ومنتابع. متابع الحل عنا عبر الام تي في بياخذ اتصال. الو الو، اهلا مدام. الو مساء الخير. اهلا تفضلي. مدام حنينة اذا بتريدي يا حبيبتي اذا تفضلي، عم بسمعك. الله يخليك. نحن انا وعايشة انا وجوزي 80 سنة عمرنا وببشمون المدارس صاب مصلي الرحمن. الله وكيلي بيجيبوا هالكهرباء دقيقة وبيتكوها دقيقة وبيتكوها، والله العظيم انه ما بيحسوا مع العالم. ليكي مدام البرد القاري. لخبرك لما بتروح الكهرباء وبترجع بيكون في حمولة زايدة على الترانس ما عم يحمل، يعني بيكون في سحب كهرباء اكتر ما بيحمل الترانس، عرفتي؟ خلينا رح شوف انا مع مقدمي الخدمات اذا بتكبر الترانس او اذا في تعليق. خليلك عفوا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا فيك. الله يخليك هالوجه الحلو تقبريني. الله يوفقك. الله يخليك. يعني على القليل انا نولع دفي والمطر. لا معك حق. ما هو هلا ما هو مدام حنيني هلا لانه ساقعه كثير الناس عم تسحب كهرباء اكثر، البوستات ما بعود تحمل، بينقطع الديجونتور، عرفتي؟ بصير تروح وتجي الكهرباء. هاي المشكلة ما بعرف كيف بتنحل. يعني الواحد ما بده كتير يصرف كل شيء فرد مرة. رح نبلغهم، رح نبلغهم. أهلا وسهلا فيك. ويلي عم بيعلق بده يعرف حاله إنه بالتعليق يلي عم بيعلق عم يأذي غيره كمان. باخد اتصال، ما بعرف صار معنا على الخط. نحن بدنا. ألو ألو مدام ريبيكا. ايه تفضل. يعطيك العافية. أهلا هيثم جمال. اهلا استاذ هيثم. سؤالتين لو سمحت بدي لك. تفضل. اكيد اكيد. نحن سكان شمون المدارس عندنا مشكله بالطرقات. مزبوط. من بتبلش من الشويفات من طلعت خلده صعودا لمنطقه مدارس الشويفات. نعم. اجت الشركه اللي حفرت مجان الصحيه خربت الدنيا كلياتها. بعدنا هلا عم نعاني تقريبا من سنتين من طرقات. استاذ هيثم صالحه للقياده. استاذ هيثم انا مش من زمان حكيت بهذا الموضوع وتواصلت مع البلديه بهذا الموضوع، يعني من شي اسبوع تقريبا او قبل شوي عم تابع الموضوع، وان شاء الله هلا اني الطقس كمان يساعد بهذا الطقس. ما في يعني ما بيساعد كثير انه تتزبط الطريق. شو عندك شغله ثانيه؟ شغله ثانيه ستنا، مشان قانون السير وامتحانات السواقه. ايه للصبايا بتصور. نعم. 90% من الصبايا اللي عم يتخرجوا بدون سيارات عم يسوقوا على سيارات اوتوماتيك. ايه القانون القديم عم بيجبرهم يسوقوا على الفيتاس. مزبوط. ليش ما بنصفي في قانون عصر جديد بيساعد الصبايا وبنحد من يعني هالمخاطر؟ عم توصيني بس الصبايا. نعم. بس الصبايا. الصبايا والشباب اكيد، يعني لانه عندي بنات مشان هيك. خلي لك اياهم. ليك ما بعرف اذا في اعاده نظر انه يكون على الاوتوماتيك، لانه بفتكر السيارات على الفيتاس، لانه بعد في سيارات اليوم عم تجي ما كلها صارت اوتوماتيك، عرفت؟ هيدا موضوع اكيد بحكي مع هيئه السير وشو بيكون القرار بنعطيهم التمني. اهلا وسهلا فيك استاذ هيثم. صار معي على الخط مباشره نقيب مصدري ومستوردي الخضار في لبنان نعيم صالح خليل. كل عيد مرمرون وانت بخير. قطع الخط. هلا بنرجع بنعاود الاتصال فيك نقيب، لانه موضوع تصدير وموضوع البطاطا اكثر شيء اخذ حيز هاليومين كثير، بين تمديد فتره الاستيراد من مصر وبين عتب على وزير الزراعه من قبل البعض. ان شاء الله النقيب هلا نية بيحسم الموضوع بخبرنا شو حقيقه الامر. صار معنا؟ يلا ليصير معنا على الخط. انا بحب شير انه احنا اكيد اليوم عطله رسميه لمناسبه عيد مرمرون، اكيد اليوم الدوله معطله رسميا، ان شاء الله بس ترجع تعاود بعد العطله الرسميه بنرجع بنتابع كل الاتصالات يلي كانت وارده ويلي معي صار النقيب. حتى ما اخرك نقيب هلا هاللغط اللي صار موضوع البطاطا ولوم وزير الزراعه بهذا الموضوع كيف انحسم؟ خبرنا شو حقيقه الامر نقيب. طب كيف بدي احكي؟ بدي احكي على الهواء. انت على الهواء بدك تحكي، ما انت على الهواء عم تحكي، تفضل انا عم بسالك على الهواء. عرفت. تفضل. يعطيك العافيه اول شيء. اهلا فيك. صباح الخير، بنحييكم تحياتنا لكم والى الام تي في وكل السامعين. ما معنا وقت كثير نقيب، فوت بالموضوع دغري. تفضل. تفضل تفضل ريبيكا معك. تفضل. نحن كنقابه مصدري ومصوري الخضار والفاكهه في لبنان نستنكر كل الانتقادات اللي يتعرض لها معالي الوزير الزراعه الاستاذ عباس مرتضى وكل العاملين في الوزاره. نحن الموضوع هذا بعد ما تم اجتماعات عديده مع معالي الوزير بهذا الموضوع، الوزير اخذ بكل الامور بعين الاعتبار وركز على اربع نقاط في هالموضوع. اولا همه بهالموضوع هذا المستهلك والمنتج اللي بتبقى البضاعه المتبقيه والاتفاقيات والمصدر والمستورد. نعم. بعد كلف ناس على الاسواق يشوفوا من الوزاره البضاعه الموجوده، ومن بعد ما شافوا عطوه تقرير عن بيعها وعن اسعارها وعن كل شيء اخذ قرار. اول شيء القرار اخذوا اقل من نص الكميه اللي كان يجيبها بالماضي. نعم. والاتفاق على شهرين، شهر شباط وشهر اذار نص قد اعطى اقل من شهر. نعم. بس واخر الكميه اللي هي بدها تكون باول شباط راحت 18 الاعلان معنا.
هو نحن هذا الموضوع نحن مع الوزير عم بياخذ بعين الاعتبار لانه وزير لكل لبنان حضرته، ونحن بنقدر جهوده وبنشكره على اهتمامه، لانه الاتفاقيات الموجوده نحن بيننا وبين جمهوريه مصر العربيه فيها الشهرين هول بياخذوا فيهم بطاطا، وهذا اهم شيء عند المصري انه هالموضوع البطاطا هذه شغله اهم من يعني اخرت عمليا جمعتين ل 18 عمليا جمعتين مش اكثر، لكننا صرفنا بطاطا عكار وبطاطا مأخره البطاطا لبقى نعم هنحكي عم نحكي الموجود بالثلاجات بالبراريات من البيع. نعم الموضوع هذا اللي حصل انه في نحن بنصدر لمصر من انتاج لبنان الفاكهه باكمل وجهها يعني كاملها، بنبلش من الكرز نمشي بالدراق بالخوخ بالمصر يمكن اكثر شيء تفاح بتصور اليوم كمان. اليوم عم نصدر تفاح العنب نحن اليوم نعم. لسبب هذا الوزير اخذ بعين كل بعين الاعتبار كل المواضيع الاتفاقيات والتصدير من لبنان والاتفاقيه بعين العقل والمزارع اللي موجود عندنا هون، ثابت الشباب تاخروا شوي بتصديره السنه بيع عنده كميه بهالبلدين نحن كنائبي تجمع نقابتنا نحن كل القطاعات الزراعية نعم. من كل المحافظات وكل المناطق وكل القطاعات نعم. لأنه نحن بنسير بعضنا بظروف بنساعد بعضنا بنهتم بأمور بعضنا ككل مع بعضنا، اتفقنا نحن من النقابة أنه بنأخر شوي واتصلنا وحكينا مع السفيرة مع الملح التجاري في السفارة المصرية وأنا اللي حكيت في الموضوع أنه بنأخر شوي لقاء الناس اللي عندها شوي بطاطا السنة ما تتأثر كثير، لسبب هذا نحن متأسف اللي حصل كان مدروس تماما مع علي دارس موضوع مزبوط ومساعدينه وكذلك الأمر، تأسف على الحملة اللي صارت أو على الضجة اللي صارت. هلا نحن اللي بهمنا كمان يعني بهمنا شغلتين مثل ما قلت المستهلك نعم. بهمنا المزارع اللبناني إنتاجه يتصرف وبهمنا كمان من يعني العلاقات التبادل بيننا وبين بين مصر، ما بدنا نزعل مصر ولا بدنا كمان نحن هون تكون على حساب المزارع اللبناني كمان عرفت يعني بفتكر بالتمديد 18 يوم كان حل وسط يمكن أخذوه حتى يحافظوا على كل هالمكونات اللي عم تقولي حضرتك التصرف الوزير تصرف كوزير لكل لبنان تصرف وطني كبير لأنه في عندنا تصدير وعندنا استيراد وعندنا مستهلك كمان بالسوق نعم. المحلي يعني أخذ أمور كلها برأيك رح برأيك سعر البطاطا رح يرخص شوي بالسوق لأنه عم يتخطى الألف ليرة ما أقول كثير لأنه أتصرف تصرف واعي تصرف معقول تصرف مسؤول كان معالي الوزير ومدروس كمان ما في عنده تصرف هلا نحن بهمنا يكون كمان البطاطا بلبنان كمان بتصرف المستهلك يقدر يشتري بطاطا يعني كمان لأنه اليوم الغلاء اللي صاير هي مواد أولية مواد أولية السبب اللي حصل إنه حبيت أنا أوضح لحضرتك ونحن بنشكرك نقيب على هذا التوضيح أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ومنحيي كل المهتمين في هالموضوع معالي الوزير والوزارة ويعطيهم ألف عافية خير نحن بنحيي المزارع اللي بعده مؤمن بهالارض وبعده عم يزرع بالرغم من كل شيء وبنقول له كمل. انا بدي اشكرك وبننتقل بعتقد لصوره اليوم. صوره اليوم كانت صوره مرمرون مثل ما بلشنا يحيي الصوره بدي عايد الكل مجددا وبدي اذكر كمان سياده المطران منجد الهاشم يلي مع سياده المطران عطله وحاليا المطران رحمي اشتغلوا لاعاده احياء دير الراهب مثل ما بيسموه في العاصي. على امل التقى فيكم بكره دائما عبر الام تي في الحل عنا الى اللقاء.